الاهلي والزمالك في دوري سوبر كرة السلة للرجال، واللي انتهى بفوز كبير للنادي الاهلي بنتيجة 112-106 في ماتش ماراثوني. خلونا نشوف هذا التقرير ولقاءات مع بعد المباراة ونعود مرة تانية. الفرقة بقالها كتير ما كملتش، يمكن أول مباراة ناقصنا لسه أحمد سلعوة وأحمد حمدي وعبد الفضيل، إن شاء الله يرجعوا لنا بالسلامة. أول مباراة النهاردة من أول السيزون يبقى شبه كاملين. الفترة اللي فاتت كانت مقصرين في التمرين، ما كانش في عدد اللعيبة، كانت كتير مصابين. الحمد لله كان النهاردة عندنا إصرار وعزيمة إن إحنا إن شاء الله مباراة النهاردة إن إحنا تدينا دفعة لقدام، بحيث ان احنا ترتيبنا في الجدول يتحسن، بحيث ان احنا في البلاي اوفز ان شاء الله يبقى المواجهات اسهل لحد ما ندخل الفاينل ان شاء الله. احنا بنشكر الجمهور طبعا، جمهور النادي الاهلي بيدعمنا في الدراء قبل الصراع، فان شاء الله بنوعدهم اللي جاي يكون مختلف. احنا لعبنا بطوله السنه دي الحمد لله قدرنا نكسبها، ان شاء الله البطولتين اللي جايين باذن الله كلنا عزيمه وروح ان احنا ان شاء الله نطلع بيهم ان شاء الله باذن الله. هي دي الروح بتاعت النادي الاهلي، وهي دي الروح اللي احنا يعني بنلعب بيها من اول السنه. احنا بس يعني كان في سوء توفيق وسوء حظ في كام ماتش كده ورا بعض خسرناهم، فكان في شويه احباط كده من اللعيبه، بلس طبعا الضغط بتاع ماتش اهلي وزمالك وماتش على ارضنا، وما ينفعش ان احنا نخسر. وكنا خسرين زي ما انت شايف فرق 14 ولا 15 السكور وصل كده تقريبا، بس هي دي الروح، هي روح النادي الاهلي ما تستسلمش ابدا، بالذات في الباسكت مهما الفرق كبر يعني بنعوض في الاخر، وبالروح دي هي اللي هتكسبنا وهي اللي هنكسب بيها كل البطولات ان شاء الله. احنا في يعني كان في سوء حظ غريب في الفرقه، اصابات كتير جدا وغيابات لحد دلوقتي لسه الفرقه، ما احنا من اول السنه ما كملناش في تمرينه واحده، ما كانت الفرقه ما كملتش في تمرينه من اول السنه. يعني ان شاء الله دي تبقى بدايه، يعني الروح والروح والقلب بيغطوا اي غيابات وبيغطوا اي نقص، وهو ده اللي احنا ان شاء الله هنلعب بيه لحد اما نكمل. ولسه في احسن من كده بكتير، احنا لسه يعني وحشين جدا في الدفاع، وحشين جدا في حاجات كتير، في غلطات كتير ان شاء الله نصلحها، وان شاء الله لسه في احسن من كده. لا قبل اللقاء طبعا احنا كلنا كنا متعهدين مع بعض ان دي عايزين دي تبقى البدايه، خلاص ننسى الهزايم اللي فاتت وننسى الماتشات اللي احنا خسرناها، وتبقى دي ان شاء الله البدايه، ماتش اهلي وزمالك وماتش ديربي، يعني المكسب بيعوض اي حاجه وينسينا اي حاجه، وان شاء الله تبقى دفعه لينا وبدايه جديده لينا المكسب ان شاء الله انتصارات ورا بعض. First of all, you know, it's a tough game. هي مباراه صعبه ومباراه ديربي، والزمالك دخل المباراه وهو يحتل المركز الاول ولعب جيدا، وكنا في موقف صعب ونحتاج للفوز، ولكن الفريق كله قاتل من أجله، وكان علي أن أكون قائدا في الملعب، وفي نهاية الأمر حققنا الفوز الذي كنت أتوقعه، لأننا كنا خسرنا مباراتين متتاليتين، ولذلك كان لابد أن نفوز في هذه المباراة أيما كان الفريق الذي كنا سنواجهه. وعندما يتحقق الفوز في مباراة ديربي فهو فوز يسعد الجماهير، وأنا هنا أتوجه بالشكر للجماهير وأيضا أشكر زملائي في الفريق كله. صحيح أن الفوز تأخر كثيرا ولكنه أتى. أنت تعلم أن كل الفرق تلعب بقوة في هذا الموسم، والدوري يصعب في كل مباراة، ولكن علينا أن نقاتل من أجل الفوز في كل مباراة نخوضها. الآن سنرتاح قليلا وندرس الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة، ولكن في نهاية الأمر علينا أن نؤمن أنه يمكننا أن نحقق شيئاً.